أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نطالع فيها أهم ما جاء في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نطالع في العربي الجديد، العراق تحالف العبادي والصدر يعلن تشكيل أكبر كتلة برلمانية. نقرأ في العربي اللندنية، واشنطن تقترب من ربح رهان تشكيل الحكومة العراقية. ونتصفح في الزمان، المالكي وصالح يغادران سباق التنافس على رئاستي الوزراء والجمهورية. وجاء في الهيانات، بعثة يونومي تؤكد مقتل وإصابة 207 من العراقيين خلال آب المنصرم. جاء في الشرق الأوسط، خامنئي يستبعد الحرب ويدعو لتعزيز القدرات الصاروخية. ونقرأ في القدس العربي، الأردن يرفض مقترح إنشاء كونفدرالية مع فلسطين. وفي الحياة نطالع، البرلمان الإيراني يخفف ضغوطه على روحاني ويعترف بتأثير العقوبات الأمريكية. أهلا بكم. تشكيل الحكومة في العراق يحتاج عمليا إلى إيجاد تسوية بين بريت ماكغورك المبعوث الرئاسي الأمريكي في التحالف الدولي ضد داعش، وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وغسان شربل يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن التجاذب بين طهران وواشنطن على أرض العراق ليس جديدا، لكنه يقترب كل القرب هذه المرة من معركة كسر العظم، لأنه يدور على خلفية الأزمة الناجمة من انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي وعودة أمريكا إلى فرض عقوبات موجعة وصارمة على إيران. واضح أن اللعبة أفلتت مرة أخرى من أيدي العراقيين، وأن الطبقة السياسية أضاعت فرصة استرجاع العراق من أيدي اللاعبين الخارجيين على رغم الاحتكام مرات عدة إلى صناديق الاقتراع، وأن منطقة الدولة لا يزال اللاعب الأضعف على أرض العراق، وأن الشراهات الداخلية والخارجية جعلت من انتهاك الدستور ممارسة طبيعية مقبولة. هل يعقل أن يكون العراق في هذه الحالة بعد مرور 15 عاماً على إسقاط نظام صدام؟ المؤلم الآن أنه لم يعد باستطاعة السياسيين العراقيين تعليق التدهور على شماعة النظام البائد أو على قرار بول برايمر بحل الجيش. المؤلم أن العراق شهد بعد رحيل صدام أكبر وليمة فساد في العصر الحديث. قصة المليارات الضائعة لم تعد بحاجة إلى توثيق، لم تعد الشراهة مرضاً، بل تحولت وباءً لم تردعه محاولات التلقيح الخجولة. ليس بسيطاً أن يعود العراقي إلى رفع مطالب بديهية من نوع المطالبة بالكهرباء ومياه الشرب والخدمات الأساسية في وقت يلتهم فيه الشرهون ميزانيات الوزارات من دون أن يرف لهم جفن. بلد يسبح في بحر من الأزمات وتضيع ثروته وسط معارك الاستئثار والشراهة والانصياع لإيرادات خارجية. الكاتب يضيف أنه ليس بسيطاً أن ينتظر المواطن العراقي نتائج جولات قاسم سليماني على السياسيين موزعاً التنبيهات والضمادات والتطمينات، ولا أن ينتظر نتائج زيارات ماكغورك والتي استدعت أيضاً اتصالات من وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو. فتعثر تانغو التعايش كما يصف الكاتب في الداخل ينذر بدورة جديدة من التدهور إذا شهدنا في الفترة المقبلة سقوطا نهائيا للتانغو الإيراني الأمريكي على أرض العراق. من يقلب أوراق السياسيين الذين يحكمون بغداد اليوم يجدها في الجوهر تكرارا لفشلهم وعجزهم حينما كانوا معارضين لنظام صدام حسين. كانوا فاشلين وعاجزين كمعارضة، ثم عجزوا وفشلوا في الحكم. مجلس سمراء يقول في صحيفة العرب اللندنية إن غالبية هؤلاء السياسيين كانوا رهينة أجهزة مخابرات سوريا وإيران، ثم التأموا
تحت ظلال المسؤولين الأمريكيين الذين استلموا الملف العراقي وأعطوا الفرصة لإيران لإزاحة هوية العراقي بغطاء الدين والمذهب والطائفية وإخضاعه لها. لقد كان قادة الأحزاب يرمون الأسباب لتعطيل مشروع إعادة بناء العراق على قوة الاحتلال الأمريكي حتى مغادرتها رسمياً عام 2011، لكن ماذا تحقق بعد ذلك؟ فقد جرت عمليات إجهاض منظمة ضد المطالبات الشعبية بالإصلاح، واستخدم السلاح ضد المدنيين في أكثر من مناسبة، واستفردت تلك الأحزاب بالحكم في تجاوز واضح للمعايير الحقيقية للديمقراطية، لأن أهم مبرر في النظام الديمقراطي هو خدمة الدولة للمواطنين وليس العكس، تهجيرهم وتجويعهم وتجهيلهم، وهذا ما حصل خلال السنوات 15 الماضية للعراقيين. الشواهد لا تعد ولا تحصى في جميع مدن العراق من الموصل الحدباء التي تحولت إلى أطلال بعد أن كانت تحكي عن صروحها الشامخة، إلى البصرة الفيحاء التي كشفت الشهور الأخيرة عن بواطن الألم الذي يعيشه أهلها الموصوفون بالطيبة والصبر، حيث تحولت مدينتهم وهي سلة العراق النفطية إلى صحراء. مع ذلك نجد قوافل السياسيين الفائزين زوراً بالانتخابات الأخيرة يتوفدون على أهل البصرة لمواساتهم على هذه النكبة التي صنعوها بأنفسهم، لأنهم منشغلون في ترتيبات وصفقات للحكومة الجديدة. الكاتب يشير إلى تعليق أحد البرلمانيين الفائزين متخوفاً من الذهاب إلى المعارضة بأنه قد يلاحق على مواقفه وآرائه، فسياسي العراق فشلوا كل الفشل في معارضتهم للنظام السابق، كما لم يصبحوا رجال دولة لهم مقامهم اللائق بعد أن سقط نظام صدام حسين وأصبحوا حكاماً للعراق. الفساد الذي استشرى وصمت القضاء حياله وتراكم الخراب الذي أسست له الحكومات المتعاقبة في البصرة أغلق الطرق أمام الحلول الآنية التي تطالب بها الجماهير الغاضبة، المطالبة بحقوقها في الماء والكهرباء والخدمات الأخرى. طالب عبد العزيز يرى في صحيفة المدى إن حدثاً مثل حرق المبنى الحكومي في البصرة كان نتيجة طبيعية لتغافل حكومتي بغداد والبصرة عن تأمين أبسط متطلبات الحياة. عجزت الحكومة عن الاستجابة ولم تستطع تأمين الحلول السريعة، فيما مضى 3 أشهر على دخول الماء المالح بيوت البصريين، وازداد تأثيره حين تسبب بأمراض عديدة وإصابات بين السكان قللت من شأنها وزيرة الصحة، مثلما قلل فريق الإنقاذ الذي شكله مجلس الوزراء من الأزمة وغادر المدينة قافلاً لا يملك حلاً. وكانت كرة ثلج الغضب البصري لن تكبر أكثر من حجمها الذي أفصحت عنه في تظاهرات ساحة عبد الكريم قاسم التي لا تبعد عن مبنى المحافظة سوى بضعة أمتار، المبنى الذي صار غرضاً لقنان المولوتوف التي تناوب على رميها الشباب اليائس. كانت نداءات المثقفين أكثر أهمية من خطب الجمعات الكربلائية التي باتت محل تندر الشارع، لكن الكتل الإسلامية التي تمسك بمقبض السلطة لا تسمع لأحد، وحين كانت النداءات تلك ترسم الخطوط الآمنة للاستمرار قوبلت بالرفض والسخرية. هناك اعتقاد لديهم بأن البندقية لن تخرج بين أبناء الطائفة أو أنها ستصمد طويلاً أمام الغضب والرفض الشعبيين، فيما وجدنا بين الجنود والشرطة الكثير ممن تعاطف مع الغضب وانحاز إلى الأذرع التي تطالب بالتغيير والتي تجد في استمرار هؤلاء الحكام استمراراً للموت. إذا كانت الحكومة في بغداد عاجزة عن احتواء الأزمة في البصرة وكانت الجماهير لا تردع بالرصاص والغاز المسيل للدموع ولن تتخلى عن غضبها أمام ذلك، لذا يتوجب على الفريقين الركون إلى طرف ثالث، ألا وهو تأسيس حكومة قاد قوية وطنية. فمحافظة البصرة تملك من المخلصين من الرجال ما يجنبها الدم والقهر. تجددت الاحتجاجات في البصرة وليس هناك أفق مرئي لنهايتها. المواطنون في البصرة اجتمعت عليهم عوامل عدة، فلم تعد لديهم خطوط حمراء،
لأنهم يشعرون أن الظلم الذي وقع عليهم مس كرامتهم ووجودهم وأطفالهم وعوائلهم ومستقبلهم حتى، بل استهدف بشريتهم، حيث تساوى عندهم الأخضر واليابس. فتح عبد السلام يرى في صحيفة الزمان أن تجدد التظاهرات بات له مغزى عميق، خاصة وأن الوضع السياسي على أعتاب تشكيل حكومة جديدة، حيث لا قناعة لدى الناس في جديد أو قديم من الأدوات السياسية المتداولة، وهذا هو أعلى درجات اليأس. أول العوامل عدم قناعة المواطنين بنزاهة الطبقة السياسية التي تحكمهم، وعدم النزاهة يعني أنهم سيبقون مستلبي الإرادة، لا يعلمون عن مستقبلهم شيئاً يتجاوز اليوم الذي يعيشونه تحت هذه القساوة من فقدان للماء الصالح للشرب، ثم ضعف للكهرباء مع نسبة بطالة عالية ونسبة تضاهيها من الفساد في الطبقة الحاكمة ومحيطها المكتظ بالفطريات المتفسخة. تحدثنا عن اجتماع تنفيذي أول للحكومة العراقية المقبلة في البصرة مع تغيير طواقم الإدارات الرئيسية بالتزامن مع إطلاق خطة مجدولة بصلاحيات تنفيذية، لكن العراقيين لا يثقون بسياسي سبق أن رأوه أمامهم سنوات طويلة، وعرفوا أن المصائب التي حلت بهم وردت من عهود هؤلاء السياسيين الذين ما كان لهم أن يتذكروا مصائب البلاد في البصرة وأخواتها قبل أن تنفجر الصدور بالصراخ. إذن ما هو الحل؟ الجواب المتاح أنه لا حل ممكن الآن، لأن مشاكل العراق مترابطة، وأن الذين لم يفكروا بنهضة البلاد ككل ليسوا هو الآن أكثر من محاولي إنقاذ لأنفسهم عندما انفتق الثوب الذين ظنوا أنهم يلبسونه للأبد لستر ما فيهم من عيوب وعورات، وهو في الحقيقة البسيطة ليس ثوبهم. الكاتب يرى أن هذه معادلة مختلة، يريدون بغض النظر عن سنن الطبيعة أن تستقيم، حيث يعيدون بالحل في البصرة ويسكتون في الحل وعن الحل في العراق كبلاد موحدة. نشرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية مقالا للكاتب سيمون تيزدال يحذر فيه من أن روسيا تمهد الأجواء أمام الغرب قبل ارتكابها مجزرة في محافظة إدلب السورية. ويرى الكاتب أن روسيا ذهبت إلى حد غير مسبوق في التمهيد للمذبحة التي تستعد لارتكابها ضد المدنيين في محافظة إدلب السورية، وهي آخر معاقل المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا. يقول الكاتب إن الدكتاتور السوري بشار الأسد مصمم على استعادة آخر منطقة مكتظة بالسكان خارج سيطرته مهما كانت الكلفة من الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن المسؤولين الروس اتخذوا عدة خطوات الأسبوع الماضي سواء على المستوى السياسي أو العسكري تمهيدا للهجوم الجوي والبري المنتظر. ويلفت تيزدال إلى أن هذا كله يأتي مع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى جميع أنواع الدعم الذي كانت تقدمه بلاده للمعارضة السورية، وترك الساحة خالية أمام الروس، مانحاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرية الكاملة للتصرف على الساحة. ويقول الكاتب أن روسيا حشدت 25 قطعة عسكرية بحرية على السواحل السورية، وهو أكبر استعراض عسكري منذ أن أرسل بوتين قواته إلى سوريا عام 2015. واعترف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن التعبئة العسكرية مرتبطة مباشرة بإدلب التي وصفها ببؤرة الإرهاب وتجب معالجتها بسرعة. وينوه الكاتب إلى أنه بحسب أرقام الأمم المتحدة فإن هناك 10,000 جهادي فقط من بين 3 ملايين في إدلب، فيما يبلغ عدد المعارضين للنظام 70,000 مقاتل. ويجد الكاتب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمل في أن تكون الحرب السورية قد انتهت، خاصة أن تدخله العسكري فيها كلفه المال والمواد، لكن محاولاته لحرف نظر العالم لموضوع إعمار سوريا الذي ناقشه في اجتماعه الأخير مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هي لمحاولة حرف نظر العالم بعيدا عن إدلب، مع أن الحرب لم تنتهي بعد والدليل هو إدلب. غارة إسرائيلية جديدة على مطار المزل العسكري في دمشق. الغارات هذه
صارت بوصلة يمكن المرء أن يعتمدها لتحديد خرائط النفوذ الدولي والإقليمي داخل النظام السوري. فموسكو مثلا أبعدت طهران عن الحدود السورية الإسرائيلية، هذه خطوة استدلال أخرى، فيما طلبت تل أبيب أن تشمل الخطوة كل سوريا برمتها، لكن موسكو لم تستجب، ويبدو أن غارة الأمس مؤشر إلى صحة هذه المعلومات. المشهد وفق هذه المعطيات والمعلومات يكشف عن أغرب حرب يشهدها المرء. هذه الرؤية جاءت في مقال للكاتب حازم الأمين في صحيفة الحياة. إسرائيل تقصف وطهران تتجاهل أنها مستهدفة. موسكو تتعهد ضبط الحدود لكنها غير معنية بما يجري خارج جنوب سوريا. مطار المزة يحترق والنظام يقول أن احتكاكاً كهربائياً تسبب بهذا الحريق الهائل الذي عاينه معظم سكان دمشق. وفي هذا الوقت كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يعلن النصر من على شاشة كبيرة مثبتة على حائط في بيروت، بينما كان خصومه ينشرون صور المطار وهو يحترق. هذه الحرب يمكن لأي كان أن يدعي أنه منتصر فيها. إسرائيل منتصرة فهي تملي شروطها، والراعي الروسي يتولى تصريفها. حزب الله منتصر أيضاً، فالمهمة المتمثلة بحماية النظام أنجز الجزء الأكبر منها. النظام السوري انتصر أيضاً، فها هو يلتقط أنفاسه بعد سنوات طويلة من الاختناق. علينا إذن أن نبحث عن المهزوم في هذه الحرب. فالقول إن السوريين هم من هزموا صحيح، لكن من هم السوريون المهزومون؟ الإجابة عن هذا السؤال تبدو مستحيلة. هل هم نصف المليون قتيل؟ القتلى لا يهزمون، كما أنهم طبعاً لا ينتصرون، وهذه حال نصف المليون مختف، وأيضاً حال ملايين اللاجئين من أبناء المدن المدمرة والأرياف المستأصلة. ويختتم الكاتب بالقول إن الغارة الأخيرة فيه هي مقدمة لفصل جديد من الحرب في سوريا، وإذا كانت علامة على قناعة تل أبيب وواشنطن بأن طهران لم تستكن لتعهدات موسكو بضبطها، وهذا هو المرجح، فهذا يعني أن مشهد النيران في مطار مزة سيكون امتداداً لنيران مواجهات في سوريا وفي غير سوريا حتى. قالت واشنطن بالأمس إنها لن تكون بعيدة عنها إطلاقاً. بعيدا كل البعد عن السياسة، قررت كوريا الجنوبية حرمان كل طلابها ومعلميها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين خلال وجودهم بالمدارس، وذلك ابتداء من 14 من أيلول الحالي بحسب موقع الجزيرة نت. وبموجب هذا القرار ستختفي القهوة من المقاصف المدرسية وماكينات البيع المنتشرة بالمدارس، لتنضم هي الأخرى بذلك إلى مشروبات الطاقة التي حظرت بالمدارس في هذا البلد منذ عام 2013. وتأمل وزارة الأمن الغذائي والعقاقير أن يساعد هذا القرار المراهقين على تبني عادات غذائية صحية وعدم الإضرار بصحتهم في سعيهم للتفوق بالاختبارات. وقالت الوزارة في حيثيات قرارها إن تناول القهوة المفرطة يمكن أن يسبب الغثيان واضطرابات في إيقاع القلب والنوم. ووفقا لصحيفة تشوسون ألبو الكورية، فإن الشباب يميلون إلى اللجوء إلى مشروبات الطاقة والقهوة بالحليب للبقاء مستيقظين خلال فترات الامتحانات. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.